هذا سلمكم الله رجال يقول إن حالتنا المادية سيئة، وهالرجال عمره 28 سنة. يقول أنا ماني موظف، يعني ما أنا بكد على روحي عشان أكد على أهلي. يقول شلون أمشي يومي؟ أبدأ أروح للحراج وأشري وبيع خرده وأشياء زي كذا، وأحط شوي فلوس وروح أمشي يومي. ألقى لي شيء طايح بالشارع بمزرعة، يقول أخذه وروح أبيعه بالحراج. يقول يوم من الأيام جاء لأمي واحد من ربعي، قال يا فلان ليش ما تشتغل بسوق التمر؟ يقول الحين موسم تمر، ليش ما تشتغل بسوق التمر؟ قلت يا ابن حلال أنا لو أنفض نفسي نفض ما طلعت 1000 ريال، شلون تبني أروح أشتغل بسوق التمر؟ قال يا ابن الحلال اسمع، مو معك هايلوكس أنت. قلت له، قال لي شر تمر على قدك واقعد عند مسجد ولا بشارع وبع، والله أنت رزق. يقول أنا دخلت براسي الفكرة، يقول بس ما أنا بعرف بالتمر شيء. يقول رحت لسوق التمر، يقول نظرت وتلفت لقيت لي تمر طيب. يقول تساومت أنا وراعي التمر، قال لي 1100 تاخذه كله. يقول قلت ركبوا السيارة، ويقول ركبوا الهايلوكس. يقول يوم صار بعد صلاة المغرب مرأة قف عند المسجد، يقول يطلعون الناس من المسجد ويشرون تقريبا نص اللي معي. يقول واقف بعد صلاة العشاء وبيع 3/4 اللي معي، وناظر مخباتي أثر بها 1450 تقريبا، وأنا ما بعته كله، أثر مطلع لي 350 تقريبا ريال. يقول عجبت أنا الفكرة. يقول يوم صار من بكرة واجيب تمر واقف عند المسجد، يقول وبيع وعلى هالحال وأطلع لي 200 ريال. يقول ومن بكرة، يقول واجلس 5 أيام وأنا على هالحال أشري من سوق التمر وأبسط عند هالمسجد. يقول يوم صار بعد 5 أيام مرة دق على خوي اللي وصان على الشغلة. قلت له الله يجزاك الجنة، والله أنك فتحت لي باب رزق. يقول خلال هالأيام هذه طلعت لي كم قرش. قال لا بعد يا فلان، لو تأخذ لك تمر واجد وتروح لما العاصمة هناك المدينة الكبيرة تبي تطلع أدبال اللي أنت تطلع. قلت شلون؟ كلم سيارك تمر ورح هناك ووقف عند مسجد كبير تبي تبيع دبل اللي تبيعه هنا. قلت خلاص شورك ودية الله. يقول على طول توجهت لسوق التمر، يقول شريت تمر كثير. يقول يوم خلصت مالي سيارتي تمر أثر باقي 3000 ريال، التمر اللي أنا شريته بحدود 7000 ريال، وأنا ما معي إلا 4000. قال لي اللي أنا شاري منه التمر، يقولها ما يشري منه كم مرة، قال لي أنت شو بتزين؟ قلت أنا بروح أبيعه، بسافر للعاصمة أروح أبيعه هناك. قال خلاص رح ولا بعته وخلصت رجع لي فلوسي. قلت له سم خلاص أبشر. يقول ربطت بحبال، ربطت التمر وحطيت شراع ومسكت الخط. يقول وصلت هناك الظهر تقريبا، مسافة الخط 3 ساعات ونص. يقول أول ما وصلت الظهر رحت وقفت عند مسجد جامع كبير الظهر. يقول طلعوا الناس من الصلاة، فتحت الشراع بديت أبيع، بعت شوي. يقول ما بعت شيء واجد. يوم صار عقب صلاة العصر واقف عند مسجد ثاني وبيع شوي، ما بعت شيء واجد. يقول يوم صار بعد صلاة المغرب ونزل من قيمة التمر شوي، يقول ماش باقي معي كثير. يقول بعت بس ما بعت شيء واجد. يقول يوم صار صلاة العشاء واروح اصلي بجامع سبير ثاني وبيع شوي. يقول يوم نظرت صندوق الهايلوكس اثره مليان، ما بعت شيء كل اليوم. قلت لا لازم بكره ولا اطمع انزل من سعره شوي. يقول مراجي واروح انام وسط مسجد. يوم صار باكر الفجر يقول قمت مع الاذان ورحت قربت الهايلوكس عند المسجد وفتحت الشراع عقب صلاة الفجر. يقول طلعوا الناس من المسجد، يقول بعت شوي. يقول يوم صار عقب الظهر واجي ارجع الهايلوكس وافتح الشراع عند مسجد ثاني، يقول وبيع شوي. والعصر نفس الحكايه، والمغرب والعشاء، يقول ما بعت ولا نص صندوق. يقول مراجي واطلع ولبق بالخط، يقول عقب صلاه العشاء لبق بالشارع وافتح الشراع، قرب يا ولد قرب. يقول يقف عندي 1 2 وبيع شوي. يوم صار اليوم الثالث وسوي نفس الطريقة، عقب صلاة الظهر أقف عند مسجد وعقب صلاة الفجر والعصر والمغرب. يقول ماش بقى نص الهايلوكس ما بعته. يقول يوم صار اليوم الثالث وأبدأ من الفجر والظهر والعصر والمغرب، يقول أقف عند المساجد. يقول لين بالليل وفعليا نص الهايلوكس موجود، نص التمر. يقول أنا واقف الطريق أناظر التمر، يا رب المشكلة يعني كل اللي أنا جمعته أسبوع اللي راح يبي يروح، لأنه اللي بعته أبعطيه الرجال اللي عطاني يطلب 3000 ريال. يقول وأنا هوجس وسولف أنا ونفسي، يقول مرتي تجي تقف سيارة
مرشد يقول قلت سامي يا عم سام مش بغيت. قال وش التمر اللي عندك؟ قلت عندي كلش، فيه سكري وفيه خلاص وفيه ضميد وفيه رطب، انت ايش تبي؟ قال ابي السياره كلها. قلت وش تبي الهايلوكس يعني؟ قال لا يا ابن حلال وش ابي التمر كله اللي بالهايلوكس. قلت كله تبيه؟ قال لي قلت كله يطلع عليك يا عم. يقول مراجي واحد التمر اللي بالصندوق. وقال تعال يا ابن الحلال تعال. قلت بشوف كم يسوى يا عم اصبر خل اقول لك. قال كم يا ابن حلال؟ 10,000 تبيع. قلت وش 10,000؟ قال لي بالصندوق هذا التمر تبيعه عليه 10,000؟ قلت ترى ما يسوى يا عم انا. قال يا ابن حلال تبيع؟ قلت ايه سم مبيع ما يخالف. قال خلاص الحقن. قلت سم الحق. يقول ركبت الهايلوكس وشغلت، يقول من الفرحه شغلت وهي بواحد، يقول اطف افضي واشغل والحق بسيارته يمين يسار يمين يسار ويوقفن عند باب استراحه. قال خلاص دخل التمر بالمستودع اللي جوا. قلت سم ابشر. يقول دخلت الهايلوكس مع الباب القراش وقفت عند المستودع نزلت التمر كله. يقول جيت لما قلت خلاص يا عم نزلته. يقول يعطيني 10,000 ريال. قلت الله يبيض وجهك تبي شيء؟ قال لي ابي شيء. قلت سم وش اللي تبي؟ قال ابي زي التمر هذا. قلت انت تراك ما شفته يا عم. قال انا ابي زيه تقدر تجيب لي ولا لا؟ قلت لا اقدر اجيب لك. تبي نفسه يعني؟ قال لي قلت اقدر اجيب لك، اروح بس لمديرتي واجيب تمر يعني بكره ان شاء الله هصير عندك. قال انتظرك بكره. كم رقم جوالك؟ يقول مرتي رقم جوالي. يقول وامسك الخط راجع لمديرتي وحمل تمر اشتريه ب4,000 ريال. يقول وارجع مره ثانيه. يقول اول ما وصلت استراحته من بكره يقول مرادق عليه. قلت انا عند الباب يا عم. قال امداك تجي انت؟ قلت انا رحت بسرعه وجيت. قال خلاص خليك عند الباب الحين اجيك. يقول شوي مره يجي. يقول فتح الباب قال نزلوا بالمستودع. يقول دخلت الهايلوكس. يقول يوم فتحت بمن المستودع اثر التمر اللي انا جايبه همس على حلته ما تحرك. يقول نزلت التمر. يقول رحت لأمه قلت يا عم ترى التمر يبي خرب، ما في مكيفات بالمستودع ولا في شيء. قال ايه هي بشيله انا ان شاء الله، لكن كم حقك انت؟ قلت انا بسوي لك خصم ب8,500. قال انا ما قلت لك سوي لي خصم، انت جبت لي نفس اللي قلت لك. قلت ايه انا جبت لك نفس اللي انا نزلت. قال هذه 10,000 ريال. الله يجزاك خير وبيض الله وجهك، لكن ترى بيخرب التمر يا عم، حط عليه مكيفات ضروري عشان ما يخرب. قال لي هي ما عليك بحط عليه مكيفات. قلت له خلاص مع السلامة. تبي شيء؟ قال لي أبي شيء. قلت وش اللي تبي؟ قال أبي تمر زيادة. قلت له طيب ليش ما قلت لي بكم تبي أنت يا عم؟ يعني عشان أجيك مرة واحدة، اللي تبيه أنا أجيبه لك، وش اللي تبي أنت؟ قال انت وش تقدر تجيب؟ قلت اقدر اجيب لك اللي انت تبي، لا حطيت انا فلوس اجيب لك اللي انت تبي. قال ابي يدينا كامله تملاه لي تمر تقدر؟ قلت اقدر والله ما اقدر. قال متى تجيبه لي؟ قلت بكره. بكره اجيبه لك دينا كامله. قال خلاص توكل على الله. قلت خلاص ان شاء الله. طيب والله اني فشل منك يا عم، بس انا ما معي فلوس ودي تعطين يعني عربون بس عشان اعطيه حق التمر عشان يعطيني اياه واجيب له الباقي عقب. قال طيب هذه 70,000 ريال، راح جيب لي تمر. قلت يعني اجيبها بكلها 70؟ قال تدري هذه 100,000 ريال، ما هي ب70، جيب لي به كلها تمر املي ديننا ولا تاخذ فايدك، لا جيت انا اعطيك فايدك. قلت سم. يقول رجعت على طول ديرتي واخذت دينا مليته تمر ب100,000. يقول ما يقول كل ال100,000 شريت بتمر. يقول رجعت مره ثانيه لما العاصمه. يقول وقفت عند استراحه ودقيت عليه قلت يا عم انا عند الباب عند باب الاستراحه. قال شوي وانا عندك. يقول جاء فتح لي الباب قال دخله بالمستودع. يقول دخلت المستودع. يقول معي عاملين انا عشان ينزلون معي التمر. يقول يوم دخلت وفتحت المستودع اثر ذا التمر. يقول ما تحرك اللي انا حاطه عنده همس وقبل امس. يقول التمر اللي قبل امس مسود. قلت يا عم التمر يبي خرب يبي مكيفات. قال ما عليك ما عليك نزل الدينا انت، ابى اشيلهن كلهن خلاص اليوم ان شاء الله.
كل سم يقول نزلت التمر أنا والعمال من الدينة يوم قضيت مراجي لمو. قلت قضيت نزلت في عام. قال امسك. قلت كم ذولي؟ قال 30,000. قلت الله يجزاك خير، الله يبيض وجهك، والله انك يا عم ما قصرت. قالوا هذه 10,000 حقت العمال. قلت لا يا عم، العمال قايل لهم انا بعطيك الواحد 500. قال عطهم وخلى الباقي معك. قلت الله يكثر خيرك، والله يجزاك الجنه، الله يجزاك خير. قلت خلاص انا ماشي، الله يجزاك خير. تبي شيء يا عم؟ قال لي ابي شيء. لا تقول لي تمر، لا تقول لي تمر. قال لا المره ذي ما ابي تمر، ابي مزرعه كامله. ما تخبر عندك مزارع؟ قلت شلون يعني، تبي تشري المزرعه ولا تشري تمر المزرعه؟ قال لا ابي تمر المزرعه. قلت له واجد موجود، واجد يا عم حمت، يعني على حسب قيمك، يعني انت كم تبي؟ يقول انا، قال لي خبير وانا ما ادري من جنبه. قلت يعني على حسب اللي معك، يعني كم تبي انت؟ قال ابي مزرعه طيبه وكثير التمر اللي به. قلت اشوف لك، تبي اشوف لك واعلمك؟ قال شوف لي انت وعلمن. قلت خلاص ابشر. يقول رجعت انا لمديرتي، يقول تشوفت له مزرعه، لقيت له مزرعه ب 450,000، يقول التمر حقه. يقول دقيت عليه، قلت يا عم اني لقيت لك مزرعه ب 450. قال خلاص تعال لمي بالعاصمه اعطيك فلوس. قلت لا اعطهن الرجال عشان امانه وكذا، اعطهن الرجال راعي المزرعه. قال اقول تعال يا ابن حلال اعطيك فلوس انت. قلت باجي عشان سام ما يخالف ابشر. يقول شغلت ورحت للعاصمه. يقول يجي يعطيني فلوس كاش. قال لي دوك. قلت 450,000 ليش ما اعطيتهن شيك يا عم؟ انا خف واحد اني واقفه مبلخط. قال لا انا احب الكاش. طيب ما يعني حتى لو ازرفك يا عم ما تقدر تطالب انا بشيء. قال اتقعد تستظرف. اقول راح حط الرجال المزرعه. قال بس شف المره هذه ما ابي التمر. شلون ما تبي التمر؟ اجل ليش شريت المزرعه اللي بها تمر ذي؟ قال شف واضح عليك انك رجال امين وحي وجمرت، ابي اشتغل انا وياك. المزرعه هذه اللي شرينا التمر حقه ابيك تبيعه، والفائده النص بالنص، علي راس المال وعليك الشغل. قلت الله يجزاك خير، الله يجعلنا نحسن ظنك. خلاص ابد تم، انا بشتغل واطلع التمر من المزرعه وابيعه بالسوق، ولا بعته وخلصت اعطيك نص الفائده. قال خلاص توكل على الله. يقول عطو رجعت لمديرتي، رحت اشتغل بالمزرعه واشتغل انا والعمال. يقول واطلع وابيع واطلع وابيع واروح اودي للسوق. يقول لين بعت كل التمر حق المزرعه. يقول مره طلع فوائد تقريبا 150,000. يقول مره ادق عليه، قلت ابشرك يا عم قضيت والفوائد 150,000. قال تعلمي. يقول اروح لمو بالعاصمه. قلت خلاص لك 75,000 ولي 75,000. قال خلاص زين. قال نبي مزرعة ثانية وثالثة ورابعة. أبشري 10 مزارع بس أبي مبالغها عالية عشان يصير الفوائد أكثر. قلت له والله كيفك يا عم، أنا إن شاء الله أني بشتغل بأي شيء، يعني أطل لو ناخذ 20 مزرعة أنا أشتغل بهن عادي، بس يعني كم تبي الأقيام أنت؟ قال يعني المزرعة الوحدة ب 800,000، 900,000، مليون. نبي مزارع كذا أسعارهن عشان يصير الفوائد أعلى. قلت خلاص كم معني مزرعة؟ قال يعني 20 مزرعة، 25، كم تقدر تجيب أنت؟ قلت يعني وتبي الوحدة بمليون 800,000؟ قال لي ودنا نترزق الله عشان يصير الفائدة أكثر. خلاص يعني 20 مزرعة، بس يا عم خاف يصير في خسائر، ترى ما ادري بعض الاحيان يصير التمر مو بزين، يصير السوق مو بزين. انا قال ما عليك من الخسائر، انا بشيل الخسائر عنك، انت بس رح دبر وشوف مزرعة زينة ودبر لنا 20 مزرعة، بس نبي مزارع على 900، على مليون. قلت يعني انا ما لي شغل بالخسائر، انا يعلم الله اني
أبى أتحمس وأشتغل، بس أخاف يعني يصير من الله سبحانه وتعالى يصير في خسارة بمزرعة ولا شيء. أنا قال لا لا لا، ما لا تشيل هم الخسائر، لا تشيل هم عندي. قلت خلاص كذا أجل اتفقنا، طيب أروح هناك وتحول لهم. قال لا لا لا، هالحين بعطيك 5 مليون تروح هناك وتشوف المزارع، ولو بغيت زود تجي لمي تاخذهن. شلون اجي واخذهن ليه؟ قال الحين بعطيك 5 مليون. قلت يعني بتعطيني شيك ولا لا تصير نفس اللي قبل يا عم الكاش ترى كل الخط وانا اقولها وهنا 450. قال لا لا انا قايل لك ما اعرف الا كاش. قلت بتعطيني 5 مليون كاش؟ قال لي انا من الحين تبي تشتغل معي انا ما اعرف الا كاش. شو انا بروح؟ بروح لحالي بالطريق خاف. قالوا هم من وانت بتفتحهم فوق كبوت سيارك تبي تحطهم معك بالغماره. قلت هي بس عم انا لا شلت مخباتي 200 ريال قمت اتنافض، تبي نشيل 5 مليون؟ لا يا عم لا لا ما اقدر، نروح انا وياك اجل. ما اقدر. قال ابن حلال قو قلبك، شو الهرج ذا؟ تبي تاخذهن ولا لا؟ تبينا نشتغل انت ولا لا؟ قلت لا بس انا طيب ما اروح اودعهن. وقال خذهم معك وعطر على المزارع يا ابن الحلال. قلت توكلت على الله، هو راجع ياخذ الشنطه منه بها 5 مليون وركبه معي بالغماره. يقول ما شنتفض 5 مليون، يقول واشغل سيارتي وامسك الخط. يقول وصلت ديرتي الحمد لله ورحت لبعض المزارع وعطيتهم فلوس وشريت مزرعه هنا ومزرعه هنا. يقول لين خلص انا اللي معي. يقول دقيت عليه قلت انا ترى نخلص انا فلوس يا عم وشريت 6 مزارع. قال خلاص تعال الحين لمي عشان اعطيك فلوس ثانيه. قلت لا تقول لي كاش. قال يا فلان اببتل اردد الكلام ذا؟ قلت سم. يقول ما اروح واخذ منه 5 مليون بشنطة، يقول وارجع واشري مزارع. يقول دقيت عليه قلت الحين المجموع المزارع اللي عندنا 11 مزرعة. قال تعال. كم روح لامه. قال المرة هذه أبعطيك 10 مليون. قلت كاش؟ قال طبعا كاش. قلت يلا حطني يعني. يقول مرة أخذ منه وركبن سيارتي. يقول وصل ديرتي الحمد لله بالسلامة. يقول شريت مزارع. يقول مرة أدق عليه قلت يا عم ترى مجموع المزارع اللي عندنا الحين 24 مزرعة الحمد لله. قال زين يلا هشتغل. يقول أبدأ أشتغل وأجيب عمال وأجيب موظفين وأشتغل 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 ويجي موسم التمر. يقول وأبدأ أبيع أبيع. يقول ديانات رايح ديانات جاي، سوق التمر كل الدلالين يقول عرفهم، ودي جب ودي جب، يقول ودي هناك ودي للقرى. يقول وبيع واشتغل. يقول لين قضيت خلصت كل المزارع خلصت كل التمر. يقول اشتغلت شغل. يقول مو بالحال. يقول حطيت معي موظفين إلى الدفنة. يقول المهم خلصت. يقول مراجع أعد فلوس اللي معي أثراً 24 مليون، يعني فوائدي 4 مليون، يعني له 2 مليون ولي 2 مليون. يقول ما أنا مصدق الحمد لله. يقول دقيت عليه. يقول مقفل جواله. يقول مرة جاي أدق عليه من بكرة مقفل جواله. يقول أدق على شريكي ذاك اللي أعطانا فلوس وأدق عليه من بعده مقفل جواله. ها يقول واجلس أسبوع كامل أدق على جواله مقفل. يقول شو السالفة؟ يقول واجلس وأكلمه أسبوع ثاني كل أسبوع ثاني مقفل جواله وأرسل له ما رد. شو السالفة؟ يقول واجلس شهر كامل أدق عليه مقفل. ها يقول راجل وسافر أروح للعاصمة. يقول أروح لما الاستراحة حقته وأطق الباب ما حد يرد وأدق عليه مقفل. يقول مراجي وأقمز. يقول يمكن وسط الاستراحة وأروح للبيبان الداخلية وأفتح البيبان مقفلات.
كل مرة أجي أروح لما المستودع وأفتح المستودع أثر هذا التمر اللي أنا حاطه ذاك القديم إلى الحين على حلته ما تحرك، طبعا خربان كله ما تحرك. هذا اللي شريه من ب10,000 واللي شريه من المرة الثانية ب30,000 ودينا اللي جبته له ب100,000 وثر كل الخربانات. يقول أنا هنا ماش ثقل تخلان الماء وش السالفة؟ طيب ليش يشري من؟ يقول ما عشان تخلان الماء وش السالفة؟ الموضوع في إنه يقول واطلع من الاستراحة واقف عند الباب يقول ماش يقول دقيت على واحد من أقاربي يقول قلت له السالفة 1, 2, 3 قلت له كل شيء. قال يا فلان السالفة به أنه قلت أنا ما أدري أنا بديت أدخل الماء. طيب وش أسوات وش أسوي؟ قال شف خلى أدق على خويي يشتغل بالبحث خلنا أقول له السالفة. قلت لا 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 تقول له الحين يصير في مشكلة وخاف أروح أنا ورا الموضوع وأنا ما لي شغل والله العظيم. لا 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 تخلينا نتحسب إني دقيت عليك. لا يا ابن الحلال خلوا بس يرد أجي أعطيها فلوس وأقول له ما له. قال يا ابن الحلال السالفة به إنه والرجال جوالهم قفل الحين أكيد إنه في شيء خل نبلغ قبل ما يمسكونك. شلون يمسكون ما أنا ما زين شيء أنا اشتغلت بالمزرعة بس. قال ابن حلال رجال وراه بلا وسالفة انه يعطيك كاش بعد وراه بلا. قلت طيب وش اسوي؟ طيب شوف احنا ما راح نبلغ يعني ما بس انت دق على خويك وشاوره بالموضوع يعني شوف يمكن اعطيك رقمه يتأكد هو قبل يعني اخاف ان يجيني شيء يا فلان. قال يا ابن حلال خلا اقول لخويي ان شاء الله خير. قلت زين. يقول ارسلت له رقم الرجال ودق على خويه. يقول وانا منتظر عند باب الاستراحه يوم قعدت لي ساعه مريدك جوالي رقم غريب. يقول رديت قلت نعم. قال السلام عليكم. عليكم السلام من معي؟ قال انا خوي فلان انا اللي اشتغل بالبحث. قلت هلا هلا والله يعني بلاغ رسمي هذا ولا وشو؟ قال لا لا هذا عشان خويي. قال عطنا السالفة بالضبط والصار بالضبط. قلت أنا أقول لك كل شيء. يقول وعلمه السالفة كلها من يوم وقف عندي ذاك اليوم أول ما عرفت الرجال اليوم هذا كل شيء قلت له. قال فيه بلا بالسالفة في بلاوي مو بلا. وترى الرقم اللي معك حق الرجال ترى بدون اسم بحثت عنه بدون اسم. وسالفة انه التمر اللي شراه منك 140,000 تقريبا هذا هو بمكانه من ذاك الوقت. وسالفة انه يعطيك فلوس كاش وسالفة فيه بلا ورا الموضوع لازم يا فلان ان نخلي الموضوع رسمي. قلت لا لا انا والله اني خايف. لا تحط الموضوع رسمي خلينا نشوف. قال يا ابن حلال يمكنه ممسوك يمكنه الآن ممسوك يبي يجرك مع كراعينك. قلت وش اللي أنا مش يجر مع كراعيني أنا ما سويت شيء أصلا. قال عشان إنك ما سويت شيء بلغ ولو هو الرجال سليم خلاص تصير أنت سليم لكن لو طلع به بلا الرجال بعد بلاغك الرسمي تصير سليم أقل شيء ممكن يطلعونك سليم لأنك بادرت. سووا اللي تبي ابن حلال انا ما ادري سووا اللي تبون. قال خلاص خلنا نخلي الموضوع رسمي. قلت توكل على الله. قال اجل خلاص توجه للمركز الحين وجيب المبلغ معك كامل. قلت خلاص ان شاء الله. يقول رحت المركز جبت المبلغ معي كامل اعطيتهم اياه سجلوا محضر. قالوا طيب وش تعرف غير رقم جواله وغير استراحته؟ قلت ما اعرف.
إلا بس رقم جوال هذا اللي عطان واستراحته بس. قال طيب رقم لوحة سيارته وشي؟ قلت ما أدري والله إني ما أعرفه، والله إني ما أعرفه. قال خلاص لا تطلع من العاصمة، خليك بالعاصمة ندق عليك حنا. قلت زين. يقول طلعت منهم، يوم صار تقريبا بعد 5 ساعات مر يدقون علي. قلت هلا وش السالفة وش حصل؟ قالوا الرجال ما له أي أثر، يعني ما مسك، يعني بيدق عليك، لا اتصل عليك بلغنا. قلت خلاص زين إن شاء الله. يقول جلست أول يوم بالعاصمة، ثاني يوم، ثالث يوم، يقول لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، يقول ما أدري وش بيصير علي. يقول يوم صار رابع يوم مر يرن جوالي. يقول يوم نظرت الرقم أثره هو الرجال ذاك اللي أعطانا المبلغ. يقول وأبدأ أنتفض، وأبدأ أنتفض ما أدري وش السالفة. يقول ما رديت عليه. يقول يوم قطعها مرة أرجع أدق على خوي قريبي ذاك، قلت إنه دق علي، دق علي الرجال. قال خلاص رد عليه ولا تبين له شيء، لا تبين له شيء، رد عليه شوف ايش يبي. قلت خلاص زين. يقول سكرتها منه، دقيت عليه مر يرد علي. قلت هلا والله. قال هلا. وينك يا ابن حلال؟ ادق عليك انا مقفل، وش السالفة وينك؟ قال معليش بس كنت مسافر مشغول شوي. وش سويت؟ قلت انا بعتهن والحين انا بالعاصمة، من يوم انا ادق عليك وانا بالعاصمة انتظرك عشان انا اعطيك فلوسك واعطيك نصيبك. قال وينك انت الحين؟ قلت انا مستاجر شقة. قال وين مكانك؟ قلت المكان فلاني. قال خلاص اطلع لامي الحين تعال للاستراحة. يقول سكرت منه هالسماعة، دقيت على خوي قريبي، قلت انه يقول تعلمي بالاستراحة. قال خلاص زين رح، احنا بنصير بذاك اول ما تركب معه السيارة نبي نهجم حنا. قلت خلاص زين. يقول شغلت سيارتي ورحت للاستراحة. يقول ثم لبك. يقول مرة جي لبك عند سيارتي وانزل. أول ما ركبت السيارة تطب الدريات ويطب البحث. يقول التفت لامي هو، قال وش أنت مزين؟ وش أنت مزين؟ قلت والله ما أدري، أنا ما أدري وش السالفة. قال والله لا أذبحك. قلت والله ما أدري أنا وش السالفة. يقوم يجي هو يحاول يهج، يقول وقفوا السيارات وفتحوا البيبان، نزلوه كلبشوه حطوه بالأرض. يقول فتحوا باب السيارة عندي وكلبشوه حطوهم بالأرض. يقول أنا ما أدري وش السالفة أنا. يقول شالوه وركبوه الدورية، وشالوه وركبونا الدورية. يقول أنا ما أدري وش السالفة. يقول أخذوا أغراضي كلها من جوالاتي. طيب دقيقة وش السالفة وش العلم؟ يقولوا خذونا ودونا المركز. يقول هو ما أدري وين راح. يقول معهم بالدورية هو. يقول دخلونا الزنزانة واخذين أغراضي وجوالاتي. قلت معليش بس. يقول العسكري اللي دخل، قلت فلانة فلانة فلاني وينه؟ قال ادخل الزنزانة بعدين. يقول قعدت بالزنزانة حوالي 16 ساعة. يقول 16 سنة علي، 16 ساعة. يقول يوم صار بعد 16 ساعة مر يفتحون الزنزانة وياخذنا العسكري ويودين. يقول مرة قاعد بالمكتب، يقول مرة يدخل خوي قريبي، يقول مرة في الزنة. قلت وش السالفة وش اللي صاير؟ يقول دمعتي على خدي، يقول ما أدري وين بيودونا، يقول ما أدري وش بيصير علي. قال اقعد اقعد. شفت انه فكك الله. شلون وش السالفة؟ قال الرجال اللي انت تشتغل معه. قلت هي وش هو؟
قال قاعد يستخدمك وسيلة عشان تنظف له فلوسه. شلون يعني؟ وش السالفة؟ قال يعني هذا مروج مخدرات، يبيع حبوب مخدرات، وفلوس اللي معه مهي بمشروعة، ما يقدر يدخلها البنك بطريقة نظامية، فجابك تروح تشتغل له بالمزارع ويعطيك كاش على أساس إنك تشري مزارع وتبيع بالتمر وترجع تعطيها فلوس عشان يدخلها النظامية، فهمت؟ قال طيب أنا والله إني ما أدري، والله إني ما أدري، أنا حسب إن الرجال يعني والله إني ما أدري. طيب أنا وش أسوي الحين؟ قال لا إن شاء الله أمورك زينة، عشان كذا تذكر يوم أكلمك أقول لك بلغ، لو هو ممسوك قبلك رحت فيها، لكن إن شاء الله أن أمورك طيبة. يعني أنا ما أدخل معه بالقضايا هذه، والله أني مالي بالمخدرات، أنا لو شميت ريحة الدخان يوجع راسي، والله العظيم أني مالي بهن أبد. قال لا إن شاء الله أمورك طيبة، لكن في إجراءات لازم تسوى عليك، وبعد التحقيق والإجراءات إن شاء الله مالك إلا علم طيب. يقول بعدها خلصت إجراءاتي وجلست الفترة هذه عشان أخلص إجراءاتي، يوم خلصت إجراءاتي قالوا لي خلاص توكل على الله. قلت خلاص الحين؟ قالوا خلاص توكل على الله رح. يقول الحمد لله، يقول أنا مبسط ما صدقت على الله. يقول بس في تك داخلية كلمتهم يقول والله لا أذبحك. يقول قلت الخوي قريبي هذا، قلت انه هو قال لي والله لا أذبحك، ما أدري يعني يمكن يجين شيء منه. قال لا إن شاء الله مو بجايك للعافية، هو ما له أعوان ولا له شيء، خلاص هو كله، واحتمال كبير ياخذ أصلا قصاص، فما راح يشوفك عقب اليوم. الحمد لله. يقول طلعت، يقول بعد ما طلعت رحت لديرتي ولا قلت لي أحد ابن أبوه. يقول قلت لقريبي أمنتك الله ما حد يدري، ودقيت على خوي قريبي قلت تكفى لا يدري أحد. يقول جلست أسبوع، يقول أهلي كل شوي يسألونه وش بك، وراك متغير، وش اللي حاصل. يقول ماش، يقول ضفيت قشي ورحت للغربية، قلت بروح هناك أوسع صدري شوي. يقول قعدت بالغربية شهرين، أهلي يدقون علي وش بك وينك، قلت أنا هناك قاعد بشرح صدري شوي ضيقن صدري. يقول وقعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة بالغربية. يقول وانست الجلسة بالغربية 8 أشهر، جلست 9 أشهر. يقول بديت أطقطق منه ومنه، فتح الله علي شوي، بديت أبيع وأشري بكذا. يقول فتح الله علي سنة ونص، سنتين، 3 سنين. يقول وأنا بالغربية يقول أروح لأهلي وأرجع مرة ثانية. يقول شوي وأتزوج الحمد لله. يقول شوي ويجينا عيال اللهم لك الحمد. يقول الحين السالفة صار لها 14 سنة. يقول وأنا بالغربية. يقول للمعلومية أهلي ما دري ولا بعد سنين، يقول بعض السالفة بعض تفاصيله، يقول مهم كله. يقول أما البعيدين عن ما حد دري. يقول لي حتى مأكد لي على الموضوع ذا، ويقول لا تذكر أي اسم عشان ما بي أي أحد بعيد يدري بالسالفة. يقول والله ملك الحمد لي 14 سنة الحين، وأنا بخير وطيب الحمد لله أنا وعيالي، ويقولوا شغلي ماشي وتجارتي ماشي. الله يفتح عليه ويزيده، ويكفينا وياكم الشر يا حي يا قيم، الله يكفينا وياكم الشر. عذرا على الإطالة طال عمرك، إن شاء الله أنكم استمتعتوا بالسالفة، تمسون على ألف خير، سلام عليكم.